لم تكد حكومة مصطفى الكاظمي تنال ثقة الكتل التي تقاسمت حقائبها في البرلمان حتى ظهر الرفض الشعبي جليا عبر ساحات وشوارع التظاهر التي بدأت تحشد لتظاهرات واسعة يوم الأحد المقبل. وأكد متظاهرو ساحة التحرير ببغداد رفضهم حكومة الكاظمي وأي تشكيلة حكومية تضم مرشحي الأحزاب الفاسدة، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر السلمي حتى إسقاط العملية السياسية. ولازم ناخذ حق الوطن وناخذ حق الشهداء وناخذ حق كل أم انفجعت بساحة التحرير. هذا وعد من ساحة التحرير، وأنا متأكد هذا الوعد من جميع ساحات التظاهر. وفي ذي قار خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين في مدينتي الناصرية والشطرة رفضا لجميع وجوه العملية السياسية، مشددين على تمسكهم بالثورة حتى تحقيق جميع أهدافها، فيما أكد متظاهرو البصرة أن ميادين الثورة هي فقط من تحدد مواصفات رئيس الحكومة والعملية السياسية. كما شهدت كربلاء تظاهرات مماثلة أكد فيها المتظاهرون أن ثورتهم مستمرة على الرغم من التهديدات المتواصلة ضدهم، في وقت جابت مدينة الكوت بمحافظة واسط مسيرة بالدراجات النارية تدعو سكان المدينة للمشاركة بقوة في تظاهرات الأحد. مدينة السماوة شهدت هي الأخرى تظاهرات أمام مبنى محافظة المثنى، وأوضحت مصادر في المدينة أن قوة أمنية حاولت فض التظاهرة واعتقلت 16 متظاهرا، وصادرت الهواتف النقالة لبعض المتظاهرين الذين صوروا الاعتداءات. ويرى مراقبون أن زخم التظاهرات سيتضاعف في الأيام المقبلة بسبب إصرار الكتل السياسية على فرض المحاصصة في حكومة الكاظمي، وهو الأمر الذي خرجت تظاهرات تشرين لرفضه، فضلا عن غياب أي تغيير إيجابي يمكن أن يقنع المتظاهرين، بل ما حصل هو العكس، حيث استجدت أزمات صحية واقتصادية وأمنية لم تكن موجودة عند انطلاق التظاهرات، ما سيدفع نحو مشاركة واسعة، خصوصا مع تلويح الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين لمعالجة الخلل في تمويلها.